أعربت المملكة عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخائها حكومة وشعبا. هذا وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية نجحت في إحباط الانقلاب على السلطة، وأن حكمة العسكريين ساهمت في منع حدوث كارثة. وقال البرهان إن هدف المجلس السيادي السوداني هو وحدة السودان وتحقيق أحلام أبنائه، داعيا جميع القوى السياسية والوطنية إلى الوحدة لبناء الدولة الديمقراطية وصياغة الدستور. نحييكم كلكم على وقفتكم اللي وقفتوها من أجل الحفاظ على تماسك القوات المسلحة. نفتكر أنه أي شخص كان ممكن يحصل الليلة كان هتكون عنده نتائج مدمرة ونتائج كارثية على وحدة الجيش، على وحدة القوات النظامية، على وحدة البلد. فأنتوا وقفتوا موقف مشرف تستحقوا عليه أن نشد على أيديكم واحد واحد ونقول لكم أنتوا كلهم مع أخوانكم الآن السادين في كل مكان في السودان، أنتوا الحارسين البلد دي، ما في زول زايد عليكم، ولا في زول بيقول الجهة الفلانية حرس ولا الجهة الفلانية حمد. ونحن الكلام ده بنقوله ونقصد أنه نرسله للناس أنه القوات دي هي اللي بتحمي البلد، والقوات دي هي اللي بتحمي التغيير ده، وهي اللي بتسوقه سواقة لحد دار توديه. ما في زول بيسوقه تاني، احنا لأنه نوديه، لأنه نودي البلد دي ونسلمها لإرادة شعبية للانتخابات حرة نزيهة، الشعب يختار الزول اللي بيحكمه. لمتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة ينضم معنا من الخرطوم مراسل الإخبارية لؤي عبد الرحمن. لؤي مساء الخير. لؤي، إذا آخر التطورات وأيضا ردود الفعل حول هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة. ردود الأفعال على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة تواصلت من قبل القوى السياسية المختلفة التي أصدرت بيانات أدانت فيه هذه الواقعة، واتهمت غالبية هذه الأحزاب فلول النظام المعزول بالسعي لتقويض السلطة. ولكن أبرز ما جاء خلال اليوم من ردود أفعال هو ما صدر عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال مخاطبتهما لتخريج للقوات الخاصة شمال الخرطوم. هما اتهما القوى السياسية التي تشاركهم في السلطة بأنها هي التي يعني سمحت بمثل هذه الأفعال نتيجة لتقاعسها في تقديم الخدمات للمواطنين وانشغالها بما اسموه الصراع على السلطة. عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان طالبا القوى السياسية بالتوحد والعمل معا لخدمة المواطنين لقطع الطريق أمام أي محاولات لتقويض السلطة وللانقلاب على الحكومة. جميل. فيما يتعلق أيضا بردود الفعل لدى الأحزاب السياسية الأخرى، بالأمس تحدثت عن مجموعة من الأحزاب السياسية في السودان استنكرت هذه المحاولة، هل هناك من جديد في هذا الأمر؟ وأيضا أصابع الاتهام، هل شارك يعني أو أشيرت أصابع الاتهام إلى أي حزب سياسي متواجد الآن في الخريطة السياسية السودانية؟ لم تتم الإشارة لأي حزب سياسي، ولكن مجلس الأمن والدفاع اجتمع، وهذه المرة قال بوضوح أن الضابط برتبة لواء اسمه عبد الباقي الفكراوي هو من يقف وراء هذه المحاولة الانقلابية على رأس مجموعة من الضباط والعسكريين. غالبية البيانات التي صدرت من القوى السياسية طالبت بالشفافية في التحقيقات مع المجموعة التي نفذت المحاولة الانقلابية، وطالبت بأن يقدموا إلى محاكمة عادلة حتى لا تكون مثل سابقاتها من محاولات انقلابية التي لم يرى فيها الرأي العام أي محاكمات علنية أو محاسبة واضحة للذين نفذوا المحاولات الانقلابية السابقة خلال عمر الفترة الانتقالية. جميل. لؤي، لم يكن هناك أي إعلان أيضا من قبل المجلس السيادي ولا أيضا أي جهة بأسماء معينة لها علاقة بهذا الانقلاب أو هذه المحاولة؟
ليست هنالك أسماء من قبل المجلس السيادي، قيادات المجلس السيادي خاصة العسكرية هي متوحدة، وهي يعني شاركت في الاجتماعات التي جرت أمس عقب إفشال هذه المحاولة الانقلابية، ولكن البيانات التي صدرت تتحدث عن عسكريين ليسوا لهم أسماء ظاهرة في وسط القيادات العسكرية المعروفة على مستوى البلاد. نعم، كان هناك بعض الأسامي تم تداولها يوم الأمس لؤي، أشاروا لأنها متورطة في هذه المحاولة، ما صحة هذه الأسامي التي تم تداولها؟ وأيضا هل هناك من نفي أو ردود أفعال أيضا من قبل هذه الشخصيات فيما يتعلق بهذا الاتهام الذي يناله؟ هذه المعلومات صدرت من جهات غير رسمية، ولكن نحن اعتمدنا ما جاء في بيان مجلس الأمن والدفاع الذي اجتمع وحدد أن الذي يقف على رأس هذه القائمة اللواء عبد الباقي البكراوي. نتوقع خلال الساعات أو الأيام المقبلة أن تكون هنالك معلومات تفصيلية عن المشاركين في هذه المحاولة الانقلابية. ولكن يعني بيان وزير الإرشاد والشؤون الدينية كان قد اتهم جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بالوقوف وراء هذه المحاولة الانقلابية، وطالب الحكومة بتنظيف المؤسسات التنفيذية مما أسماهم بالمتأسلمين. أشكرك إذن مراسل الإخبارية من الخرطوم لؤي عبد الرحمن، شكرا لك.